اكتر الحاجات اللي بتعمل اسمرار والتهابات في منطقه الفيكي من قدام لورا، يعني اسحب كده من قدام. رحيم صباح الخير عليكم، الفيديو لكل البنات المراهقه والبنات والستات والعرايس، لكل الناس بقى الحرانين زي كده في الصيف، ازاي نهتم بالمنطقه الحساسه او منطقه البيكيني في الصيف، وايه الوصايا اللي نعملها عشان يعني ما يحصلناش التهابات واسمرار وكل المشاكل بقى اللي كل الستات بتعاني منها. قبل ما نبدا الفيديو، لو انت مش مشتركه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس واعملي لايك للفيديو ويلا بينا. اول حاجه هنتكلم فيها تغيير الملابس الداخليه يوميا. لازم اننا نغير الملابس الداخليه يوميا. اذا كنا احنا في الشتاء ممكن نغيرها مره او مرتين في اليوم، ممكن في الصيف مرتين وثلاثه على حسب الافرازات اللي بتجيلك. في بنات وستات بينزل لهم افرازات كتير، في ما بينزل لهمش. فحضرتك يعني اول ما نصحى من النوم ناخد شاور ونغير، او لو خرجنا مشوار بنيجي نغير الملابس الداخليه، لازم نحافظ على منطقه البيكيني مش يعني جافه، مش وات، مش رطبه، لان الرطوبه دي بتزود نشاط البكتيريا وبتعمل مشاكل قوي. انا عايزه اقول لكم ان معظم البنات اللي بتبعت لي على الانستجرام وتسالني ان منطقه البيكيني عندها سمره، لما اقعد اتكلم معاها اكتشف انها كانت بتتشطف كده، يعني بتعمل تواليت وتتشطف كده وتقوم تلبس الملابس الداخليه من غير ما تمسح الميه او تجفف نفسها. الحاجات اللي بتعمل اسمرار والتهابات في منطقه البيكيني، عدم التنشيف، ان انا اقعد بملابس داخليه مبلوله، دي يعني صعبه جدا. لازم اننا بعد ما بنقضي حاجتنا او اننا بنعمل التواليت، لازم اننا نستخدم الميه الجايه وكمان ننشف. طب طريقه التنشيف بالمناديل، طبعا افضل حاجه ان انا استخدم اللي هي المناديل الكلينكس او التيشو في التنشيف، سواء طبعا في الحمام بيبقى فيه اللي هو بكر الحمام ده، او اللي هي البوكس اللي يعني بناخد منه المناديل كده. ايه افضل بقى طريقه للتنشيف؟ ان انا بنشف من قدام لورا. نستعين بالعروسه عشان نشرح عليها بتاعتنا الجميله دي اللي احنا بنشرح عليها، وكل البنات مبسوطه مني ان انت بتجيبي لنا وسائل اضاحيه، وانت حضرتك لما بتشرحي على العروسه بتفهمين وبقى الموضوع سهل جدا. انا بحاول اعمل كل حاجه اوصل لكم بيها المعلومه، لان انا عارفه يا حبايبي البنات الصغيره بيبقى عايزه حد يفهمها، او لو مثلا ماما مشغوله او يعني ايه مش متاح ان ماما تشرح لنا، فانا من عينيا بشرح لكم كل حاجه. شجعيني ايه بلايك واعملي شير لكل اصحابك. ادي هي منطقه البيكيني، ان انا بجيب المنديل الكلينكس سواء واحد او اتنين من قدام لورا، يعني اسحب كده من قدام العكس، ما نشفش من ورا لقدام، عشان دايما حوالين فتحة الشرج حتى لو انا بتشطف بالمية كويس ممكن يبقى فيه بقايا، ممكن يبقى فيه بكتيريا، لو البكتيريا دي جات لقدام بتسبب لي مشاكل كبيرة قوي. فانا بنشف كده، بنشف من قدام على ايه؟ على ورا. يا ست الكل، نوعية الملابس الداخلية زي ما اتفقنا في كل فيديوهات النظافة الشخصية والعناية بالمنطقة الحساسة، لازم اختار ملابس داخلية قطنية. لو لبست ملابس داخلية فيها الياف صناعية او بوليستر، البوليستر ده للبنات اللي سالتني هو نوع من انواع الانسجه، او يعني نوع من انواع الانسجه، بس بيعمل مشاكل والتهابات شديده جدا لما بيلامس ايه جسمنا. فملابس داخليه اندروير بنتي يبقى لازم يكون قطن. طب انا هعرف منين حضرتك؟ انا بجيب الملابس الداخليه بيكون في مكتوب هنا عليها كده 100% قطن، 95 قطن و5 ليكرا، هي دي الملابس اللي تتجاب. دايما اختار الليكرا لانها بتبقى مريحه في اللبس، انا بلبسها وبقعد ساعات طويله بره البيت في المدرسه او في الجامعه، يبقى لازم تبقى قطن وفيها ليكرا عشان تبقى ايه مريحه. جزئيه ثانيه نقطه يا ست الكل، ازاله شعر المنطقه الحساسه. لكل البنات المراهقه اللي بلغت ابدأي زيلي شعرك، لكل الامهات اللي معارضه ان بناتها تزيل الشعر، ازاله شعر المنطقه الحساسه من سنن الفطره. الاستحمام وازاله الشعر وتقليم الاظافر من سنن الفطره، يعني من اول سيدنا ابراهيم امر بيها، ذكرت في السنه. والبنات طبعا ايه طريقه ازاله الشعر زي ما تحبي، لكن احنا السنه بتقول نتف الابط وحلق العانه، عشان البنات اللي اعترضت عليا لما عملت طرق ازاله الشعر واستخدام الشفرات وقلت ان استخدام
الشفرة في منطقة البيكيني أفضل من استخدام السويت أو الشيرة. كلكم اعترضتوا يعني، لا مش كل يعني ايه، بعض الناس كده قالت لا ما فيش أحسن من الحلاوة، ما فيش أحسن من الشيرة، اللي طبعا السويت أفضل. عايزة أقول لحضرتك إن هو مش من السنة، وإحنا متعودين إن أي حاجة بيؤمر بها الرسول أكيد بيبقى ليها سبب علمي. يعني في دراسات كده قالت إن طريقة النتف دي بالسويت أو الشيرة بتعمل تهدل في المنطقة وبتأثر على الإحساس في المنطقة، بخلاف بقى مشاكل الإسمرار والحاجات دي كلها، وإن المنطقة بتكرمش وبتعجز وحاجات كده. فبخلاف ده احنا عندنا السنة بتقول نتف الإبط وحلق العانة، حلق العانة باستخدام الشفرات. وطبعا فايتك كتير يا ست الكل لو ما شفتيش فيديو طرق إزالة الشعر. الحمد لله بفضل الله الفيديو لقى صدى كبير جدا وعجب البنات، والحمد لله ربنا يجعله في ميزان حسناتي ان انا قدرت اوصل للبنات طرق إزالة الشعر. وكمان الفيديو اللي انا لسه كنت عاملاه عن لازم برضو تشوفي الفيديو ده، كنت عاملاه عن استخدام الشفرات ونستخدم اي نوع من الشفرات والطريقه الصحيحه لاستخدامها عشان ما تسبب لناش المشاكل. وطبعا اللي هتقرر منكم انها تعمل ليزر ازاله الشعر تبقى ريحت نفسها ورحمت نفسها من عذاب قصه الشعر دي. وشوفي على قناتي ملف ليزر ازاله الشعر، لان الموضوع كبير ولازم تكوني فاهماه قبل ما تقدمي على الخطوه دي عشان تعرفي نوع الاجهزه اللي هتستخدميها، عدد الجلسات، الروتين اللي قبل وبعد جلسات الليزر. فانا عامله ملف كامل، واعتقد ان انا من اولى القنوات او يمكن القناه الوحيده اللي عملت ملف كامل لليزر ازاله الشعر. فلازم تشوفيه يا ست الكل، هيظهر في علامات الاي وهحطه لك تحت الفيديو في صندوق الوصف. النقطة الرابعة يا ست الكل تعطير المنطقة. واحنا لازم ياسمين نعطر المنطقة هي بطريقة غير مباشرة، ان انا استحم يوميا باستخدام الشاور جيل العادي او باستخدام مثلا صابون الجليسرين. صابون الجليسرين هو الصابون الوحيد اللي دكاترة الجلدية مش بتعترض عليه. هل انا لازم استخدم غسول او حاجات معينة؟ لا، الاستحمام اليومي وان المنطقة تغيير الملابس الداخلية هيخلي المنطقة ريحتها مش وحشة. لو المنطقة ريحتها وحشه يبقى حضرتك عندك افرازات مجبنه او افرازات زي السمك، دي على طول لازم بروح لدكتور نسا عشان يديني مضاد حيوي مخصوص او غسول مخصوص او بعض الادويه المخصوص كده اللي هي بتعالج مشكله الالتهابات الداخليه اللي بتنزل لي افرازات ريحتها زي ريحه السمك. طيب انا عن نفسي بنصح ايه نصيحه، ان انا اعمل زي ما الاندر ارم بعمل بستخدم له مزيل عرق، برده بستخدم مزيل عرق للمنطقه الحساسه بس بطريقه معينه، وانا مسؤوله عن الكلام اللي انا ايه اللي انا بقوله. نعم شايفين معايا، انا معايا نوعين من مزيل العرق، ده مزيل عرق رول اون وده ستيك، عشان في ناس قالت لي يعني ايه الستيك. الستيك اللي هو ايه كده عامل زي الاستيكه كده ان انت ايه بتمسحي بيه وبتطلعي او تنزلي من تحت كده. فده اللي هو المزيل العرق الستيك، وده مزيل العرق اللي هو ايه الرول اون. حضرتك وانتي لابسه البنتي انا ما قلتش خالص حطي مزيل عرق على المنطقه الحساسه او المنطقه دي، انا بقول ان المنطقه اللي ما بين الفخذين اللي هي البيكيني لاين دي بتعرق زي الاندر ارم. يعني احنا بنزيل الشعر من الاندر ارم وبنستحمى يوميا وبنحط مزيل عرق عشان ريحه العرق في المنطقه دي. نفس الشيء المنطقه دي بتعرق جامد جدا، فحضرتك وانتي لابسه البانتي هتحطي هنا كده مزيل عرق، يعني مزيل العرق هنحطه على المنطقه دي كده، هنحط كده مزيل العرق على المنطقه دي بعيدا خالص عن المنطقه اللي في النص. احنا لابسين البانتي ومقربناش المنطقه اللي في النص، هنحط كده مزيل العرق بيخلي ريحه جسمك داخليا كده حلوه. خرجتي رحتي قعدتي عدد ساعات طويله بره مش بتحسي ان انتي ريحتك بعد كام ساعه كده ايه قلبت، وبتروحي البيت زي ما انتي كده محافظه على المنطقه دي لان المنطقة دي بتعرق جدا. النقطة الخامسة يا ست الكل، انني مش لازم خالص استخدم غسول معين، ان انا عادي الاستحمام اليومي بالشاور جيل العادي يعني كده كفاية. ممكن بقى نستخدم غسول بس غسول طبي الدكتور هو اللي بيبقى كاتبه، وبرده في فترة الحمل غالبا دكاترة النساء بتكتب غسول طبي زي سيتيال مثلا الستات تستخدمه، لان في فترة الحمل بتكون الافرازات دي كتير جدا. وباذن الله هنعمل ايه فيديو خاص للي هي البنات اللي في اول الجواز او اللي هي
اللي حصل حمل يعني ايه بعد الزواج مباشره كده. النقطه السادسه اننا الاسمرار اللي ممكن يحصل في منطقه البيكيني الحل الوحيد بتاعه لو انا بقى ما بعملش روتين ومش مهتمه وحصل اسمرار، الحل الوحيد جلسات تقشير بارد. ممكن اعمل جلسه او اتنين تقشير بارد للمنطقه الحساسه، بتحسن جدا المنطقه، وبعد كده ابدا اعمل روتين واهتم بالمنطقه، خلاص المشكله هتتحل. وطبعا اللي عايزه تعرف كل تفاصيل التقشير البارد تشوف ملف التقشير البارد على قناتي، برضو عملت كذا فيديو مع دكتوره جلديه متخصصه جاوبنا فيها على كل ما يخص بتفتيح الاخيره واللي بتسبب مشاكل لبنات كتير قوي استخدام فوط صحيه غلط. احنا قلنا ان الفوط الصحيه بنستخدمها في فتره الدوره، في بنات لان عندها افرازات كتير بتستخدم اللي هي الفوط الصحيه اليوميه او الديلي بادز، دي بتستخدمها طول الشهر، وده اعتقد انه من العوامل اللي بتزود غمقان المنطقه واسمرار المنطقه. الافضل ان انت لو عندك افرازات مش طبيعيه او بزياده تحاولي ان انت تعالجيها، ولما تيجي خارجه ممكن بدل ما تستخدمي الفوط اليوميه دي اللي ممكن تكون بتعمل ريحه او اسمرار اننا نلبس اتنين بانتي تحت بعض، فده بيخلينا ان احنا حاسين بالجفاف في المنطقه. وفي فتره الدوره استخدمي فوط صحيه قطنيه، لان في انواع قطنيه وانواع مش قطنيه، وانتم طبعا عارفين وانا عملت كذا فيديو عن ايه هي الفوط الصحيه اليوميه وطريقه استخدامها وايه الطريقه اللي ما تعمليش منها التهابات، هحط لكم هنا طبعا ايه الفيديوهات. فحاولوا اختاروا فوط مش قطن، وابعدوا خالص عن الفوط اللي بالمسك واللافندر والحاجات دي كلها لانها ممكن تكون بتزود المشكله. يا رب اكون قدرت الم اكتر نقاط لازم نهتم بيها في منطقه العنايه للعنايه بالمنطقه الحساسه. لايك وشير وسبسكرايب.